هينضم لنا في هذه الاثناء طبعا كابتن خالد. كابتن خالد دور كبير جدا، برحب بيك الاول يا كابتن خالد على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيات الكابتن اسامه وتحيات كل مشاهدي النادي الاهلي. مجهود كبير واحنا لامسين الدور الكبير اللي بتلعبه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، سواء في البنيه التحتيه سواء استقدام العناصر، وبتعمل معادله صعبه، بقدم لعيبه للدرجه الاولى وايضا بعمل تدعيمات لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. اهلا بيك يا فاروق طبعا، واهلا بالكابتن اسامه ونجوم الاستوديو، وبرحب بكم في اول يوم في واول مباراه رسميه للموسم الحالي، ونتمنى يا رب طبعا ان يبقى كل المباريات انتم موجودين معانا وبتزعوها هوا، وده حاجه كويسه، حافز جيد بالنسبه للولاد، حافز جيد بالنسبه للعيبه الاجهزه، كل من هو موجود في قطاع الناشئين ان هو بيشوف مبارياته مذاعه على الهواء، دي حاجه كويسه. وطبعا دي في اكبر فرقه عندنا هي فرقه الشباب، فرقه 2001 مدعمه طبعا معانا فخري النهارده، وطبعا حمزه جول الاساسي بتاع الفريق، فمشكوركم طبعا على تواجدكم معانا، والحمد لله رب العالمين احنا بنكمل شغل بعض. انت قلت يعني المقدمه طبعا بشكرك عليها، احنا كلنا في الاخر بنكمل بعض، وانا موجود دلوقتي دوري ان انا اكمل اللي سبقوني، وان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. كابتن خالد، يعني انا شايف الملعب والبنيه التحتيه اللي بيتم تطويرها بشكل كبير فتره الثلاث شهور اللي هم كانوا فتره الراحه، انا يوميا كنت باجي النادي الاهلي بلاقيك موجود، يعني فتره الراحه اللي انت كان المفروض تاخدها كنت موجود بتتابع باستمرار عمليه تطوير الملاعب، الوقوف على كل كبيره وصغيره، وده امر انا احنا كلنا بنشكرك عليه يا كابتن خالد. طبعا يعني ارضيه الملعب دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للعيبه، واحنا الارضيه السنه دي خدت شغل مختلف، يعني ملعب زمان كان الناس بتشتكي ان هو تقيل، لا الملعب دلوقتي بقى خفيف جدا، كمان هتشوفوا الخضار بتاعه هيبقى اكتر في الفتره اللي جايه، اتعمل له شغل كتير جدا في خلال الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يعني قدامه شهر شهر ونص كده وتشوفوه كمان بلون احسن كمان من كده، ويمكن يعني انتوا برضو لو هتتابعوا معانا فتره صغيره كده وهتلاقي المدرجات في الملعب، يعني احنا عاملين شويه حاجات كده ان شاء الله ان هي تقدر ان انت تشوفها في خلال فتره صغيره جدا التطورات اللي بتحصل يعني في قطاع الناشئين. شايف ان يعني كاميرا قناه النادي الاهلي، وان يعني دي بادره بتبقى موجوده دايما في قناه النادي الاهلي، ان انا ازيع الماتشات هوا، اعتقد بتبقى دافع كبير جدا لعيبه كمان. خلاص انت بتتكلم فريق الشباب ده هو الفريق السكند تيم او الفريق القريب للدرجه الاولى، اعتقد بتبقى امر مهم، شايف الامر ده ازاي؟ والله طبعا مهم جدا ان لعيبه النادي الاهلي تشوف نفسها على قناه النادي الاهلي، ده حاجه مهمه جدا، ان هو يعني زمان ما كانش فيه الفرصه دي ان انت تبقى موجود وقناه النادي الاهلي موجوده بتذيع مباراه الناشئين، ما كنتش بتشوف نفسك كويس، لا ده احنا يعني دلوقتي اللاعب عنده فرصه ان هو بعد المباراه بقى يعني كل الناس بقت بتعرفاه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، طبعا يعني كل الناس بتتفرج على قناه النادي الاهلي، من حق جمهور كمان النادي الاهلي ان هو يطمن على الناشئين بتوعه، ان هو يشوف اللعيبه الموجودين دول بياخدوا شغل كتير، شغل مختلف، فمحتاجين ان هم يطمنوا على الاحداث اللي بتحصل جوه قطاع الناشئين، فهي المباراه دي بتطمن اللعيبه على نفسهم، وبتطمن اللعيبه ان احنا يعني متشافين، وبتطمن جمهور النادي الاهلي ان احنا شايفين اللعيبه بتاعتنا بتلعب بصوتنا، شايفين ناشئين النادي الاهلي وهم بيتطوروا وادائهم بيتطور عشان هيفيدوا في الاخر الفريق الاول. قلت كلمه في غايه الاهميه، يطمنوا، وبترسل رساله اطمئنان للجماهير او المسؤولين، نقطه مهمه جدا، وانا بقول ان الكابتن خالد بيبو هو الحارس الامين على مستقبل النادي الاهلي. الدوافع السنه دي قدمت لعيبه للفريق الاول، وفي لعيبه موجودين مع الدرجه الاولى، ايضا انت بتدافع عن بطوله وبتدافع عن بطولات لان ده النادي الاهلي. اكيد طبعا، يعني الحمد لله اخر مباراه وديه كان عندنا مغربي وعندنا احمد، يعني مش عايز اعد اللعيبه، يعني لعيبه خمس ست لعيبه كانوا موجودين مع الفريق الاول لعبوا اخر مباراه وديه وخرجوا بصوره جيده، وكان الكلام عنهم بشكل جيد، ومش عايز اخص طبعا اسماء، انما كلهم ادوا بشكل جيد، وده هو ده دورنا ان احنا في الاول والاخر هو الفريق الاول، هدفنا من قطاع الناشئين نمره واحد هو الفريق الاول، بعد كده انت بتحاول ان انت تطور الولاد على قد ما تقدر، وان هم ياخدوا شغل كبير جدا يعني، فطالما الفريق الاول ابتدى يبص عليك وابتدى ياخد ولاد من عندك ان هم يبقوا موجودين معاه في خلال المباريات الوديه، في خلال المباريات الرسميه، في خلال الفتره الجايه، فانت كده ماشي صح، انت بتحاول بقدر الامكان ان انت تودي لعيب النادي الاهلي الناشئين ان هو لما يطلع الدرجه الاولى ما يبقاش في فروق، يبقى قريب جدا من الدرجه الاولى، ما ياخدش وقت على ما يتجهز، هو هنا طبعا مهم جدا ان انت تجهزه. الحاجه الثانيه طبعا مش هينفع ان انت ما تلعبش على طول، يعني في النادي الاهلي مش هينفع، حتى المباراه الوديه مش هينفع ان انت ما تكسبش، يعني
فانت على طول سواء بقى عندك لعيبه كلهم مع درجه اولى، انت كده كده هتنافس على كل البطولات. يعني احنا المفروض ان احنا دلوقتي المفروض ان السنه دي ناخد 3 لعيبه من 99 واثنين من الفريق الاول، وانما احنا يعني ما عندنا فرقه كويسه، لما هنبقى نحتاج هنبقى نطلب من الفريق الاول، انما هم يعني الحمد لله فرقه عندنا فرقه كويسه، وهي زي ما انت قلت هي بطل السنه اللي فاتت، وان شاء الله تبقى بطل السنه دي. يعني شكرا كابتن خالد، والتوفيق دايما. شكرا ليك، شكرا كابتن اسامه.